واللي دائما بنقول عليها الجيرز. يعني يقول لك ممكن ما يقولش ابلاينس، ممكن يقول لك لا تشين بلوك جيرز. يعني ايه؟ يقصد فيها ايه؟ حركه التروس. زي ما قلنا مثلا عن الهامر الشاكوش بنقول عليه ايه؟ تول. ما ينفعش يبقى جهاز، ما ينفعش يبقى معده. بنقول مثلا على اي حاجه، لو عندي حاجه بتشتغل بالكهرباء بنقول عليها باور تولز، اداه بتعمل بالايه؟ بالطاقه. فبرضه بنقول على البلانكو، بنقول على الراتش، بنقول عليه ايه؟ جيرز. جير او الجامع بتاعه جيرز. طيب ايه بقى الاذر ليفتنج جيرز اند ابلاينسز؟ قال لك خلي بالك ان في تكنولوجي باستمرار، وان التكنولوجي ميزه التكنولوجي ان هي ممكن توصل لمرحله تقلل الجهد الناتج عن الانسان، يبقى مش محتاج من الانسان جهد. بدل ما انا كنت بتعبه علشان ان هو يمسك التشين او يمسك الليفر ويبدا ان هو يسحب بالطاقه الحيويه الخاصه بيه، لا ده انا هستخدم طاقات اخرى بشكل مباشر زي باور تشين بلوك. يعني بيعمل بالطاقه، بيعمل بالطاقه الكهربائيه، يعني في طاقه فبنقول عليه باور تشين بلوك. لازم يكون لي ايه؟ جهاز تحكم، ديفايس من اجل الايه؟ التحكم، عشان يقدر يرفع ويقدر ينزل زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. وبص على الفيديو معاك، انا خلاص ضغطت فابدا ان انا ايه؟ ارفع وانزل بدون اي جهد من الايه؟ من الاشخاص اللي موجود. ايه اللي يخليني يا باشمهندس اشتري ده وما اشتريش ده، او اشتري ده وما اشتريش ده؟ ان ممكن تكون في البيئه الصناعيه انا مش محتاج حاجه يعني فيها باور، لان الحاجات اللي برفعها او بستخدم فيها البلانكو مش كتيره. انما انا ممكن اكون بشتغل في بيئه صناعيه، والبيئه الصناعيه الاعمال فيها بتوصل لمرحله الروتين اكتيفيتيز، يعني تعتبر مراحل او انشطه روتينيه. انشطه روتينيه يعني عايز اقلل معدل الاهلاك عشان الناس عم هتشتغل باستمرار، او ان طبيعه العمل دي مكرره باستمرار، فبستخدم الحاجه اللي تنجزني في الوقت، اللي حاجه اللي ما تاثرش على جهد العاملين، عشان ما ده ما ياثرش عليا بعد كده في الامباكت او التاثير بتاعه، وان يحصل تغيب عن العمل والى اخره. ده بنسميه الباور تشين ايه؟ بلوك. انا بشرح لك بنظره عامه وباخدك للحيثيات علشان انت تتخيل وتطلق العنان لذاتك عشان تفكر، لان كل يوم ممكن يكون في ايه؟ في تكنولوجي.